أود المبارك للجميع. بداية الموسم الرياضي إن شاء الله نتمنى يكون موسم رياضي داخل بالزخم الإعلامي الكبير والاهتمام والحضور الجماهيري، وبإذن الله الاستعدادات اللي سوت الأندية بيعطي إن شاء الله دافع مع تغيير مسمى الدوري. فإن شاء الله بإذن الله نتمنى موسم رياضي للجميع سعيد بإذن الله. ماجد تسديدة من بعيد، الله الله، مباغتة ضربت. الحمد لله، أكيد مباراة خارج أرضك تبي تلعب مع فريق منافس، بالنسبة لك ودك تأخذ 3 نقاط، بس أهم حاجة بالنسبة لك هو تخسر. الحمد لله اليوم طلع من نقطة، أعتقد أنها بداية جيدة للفريق، وبإذن الله إن شاء الله مع استمرار عجلة الدوري أتوقع أن إحنا نقدر نحن نراهن على المجموعة الموجودة، وبإذن الله يحصلون انسجام أفضل ونوصل إن شاء الله للمستوى المطلوب. نسألك عن التوقف، إيش تشوفه في صالحكم أو ضدكم؟ والله أكيد أتوقع يعني الدوري ما بعد يبدأ، يعني جولة واحدة توقف يعني ما أصلاً يعني ما كان سوي شيء. ما له أعتقد يعني هو له طول، له طويل، هو أسبوع واحد فقط، يعني الويكند الجاي ما نلعب، الويكند اللي بعده بنلعب. أتوقع أنه فرصة للفرق أنها شوية يعني تتنفس وبإذن الله تبدأ من جديد بين واحد أحد. خليل يحاول، الكونغولي يحاول، تمس كرة جميلة، محاولة خذوها أمام المرمى، خليل أمام الجول، الله الله، جميلة جميلة جميلة. طموحك هالموسم إلى أين؟ السنة اللي راح شفناكم كان موسم صعب عليكم، السنة هذه وين؟ والله الحمد لله الموسم اللي فات الحمد لله يعني مرينا في في مطبات. في مطبات، لكن الحمد لله هي الموسم مركز خامس، كنا تقريبا احنا والاتفاق بيننا فرق المواجهات كنا نفس النقاط، فأعتقد أنه كان موسم جيد بالنسبة لنا الموسم اللي فات. بإذن الله إن شاء الله نحن نأمل هذا الموسم نحن نحقق موسم أفضل من الموسم اللي فات، وإن شاء الله نكون نظهر بشكل يرضي جمهورنا ومحبينا بإذن الله.